معاكم دكتور برجس مطيري، استشاري طب العائلة. مرضى السكر من أكثر الأشخاص المعرضين لمشاكل القدم والتقرحات في الحج بسبب الجهد البدني الكبير، وبسبب بعض مناسك الحج مثل تقليم الأظافر قد تؤدي لإصابة بمشاكل القدم. حتى نتفادى هذه المشكلة، أولاً يتم فحص القدم بشكل دوري، ثانياً يتم لبس الحذاء والجوارب اللي تكون مريحة وواسعة، وحتى تقليم الأظافر لابد أن تكون بشكل سليم. أتمنى لكم حج آمن وتقبل طاعتكم.